والآن ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن يعني هناك الكثير من ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأسرى، وتحديدا بن غفير الذي قال أنه بعد اندلاع الحرب نجحت في تخفيض ظروف سجناء الفلسطينيين إلى الحد الأدنى. هذا السجال والجدل الدائر في الداخل الإسرائيلي، لو تطلعنا أكثر على تفاصيله. يعني نستطيع أن نقول بأن هناك صدام علني ما بين بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأيضا رئيس جهاز الشباك رونين بار. فبعد أن رد جهاز الشباك على اتهامات بن غفير بالأمس خلال لقاءات متلفزة بأن جهاز الشباك ورئيس جهاز الشباك هدد بن غفير بالإفراج عن مزيد من أسرى قطاع غزة، جاء الرد من جهاز الشباك والذي قال بأنه هناك نقص في الأماكن في داخل السجون الإسرائيلية، والشباك اضطر إلى إلغاء عمليات اعتقال بسبب هذا النقص. وهاجم بن غفير وقال له بدلا من أن يعني أن يستثمر وقته الوزير الإسرائيلي بن غفير في إيجاد حل لهذه الأزمة التي تقع على عاتقه، يحاول نشر الشعارات الكاذبة والصبيانية في استديوهات التلفزة الإسرائيلية. ولكن رد بن غفير جاء قبل قليل على هذا البيان، واتهم رونين بار بأنه يسعى إلى تحسين ظروف اعتقال للأسرى الفلسطينيين، فيما يسعى بن غفير إلى جعل هذه الظروف سيئة. وأقر بن غفير بأنه منذ أن تسلم هذا المنصب كان هناك وعد انتخابي بتقليص الحقوق للأسرى الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، وبعد اندلاع الحرب نجح في الوصول إلى أدنى الحقوق وسحب جميع الحقوق من الأسرى الفلسطينيين. واتهم الجيش والشباك بأنهما استسلما للمحكمة العليا بعد أن قدمت التماسات في الفترة الماضية بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين تحديدا في معسكر سدي تيمان. ولكن أشار بن غفير بأن هناك وجود ل 1500 مكان في هذا المعسكر لم يتم استغلاله من قبل الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عدم ذهاب بن غفير إلى الإفراج عن الأسرى بسبب الاكتظاظ. لذلك نتحدث عن صدام علني. هذا الملف يتفاعل منذ الأمس بعد الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية من داخل السجون الإسرائيلية. صباح هذا اليوم كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن القرار جاء من مستوى منخفض من جهاز الشباك بالإفراج عن الدكتور أبو سلمية، ولكن كانت قاعدة الإفراج أو مفتاح الإفراج هو الإفراج عن أسرى ربما فرصهم ضئيلة بتقديم لائحة اتهام بحقهم، أي لا يوجد أي مخالفة أو لم تثبت التحقيقات وجود ضرورة لتقديم لائحة اتهام بحق من أفرج عنهم، وأيضا بأن أيديهم ليست ملطخة بالدماء وفقا للقناة الإسرائيلية. وهذه الشروط انطبقت على الطبيب محمد أبو سلمية وعليه تم الإفراج عنه من داخل المعتقلات الإسرائيلية. ولكن يتوقع خلال هذا اليوم أن يقدم رئيس جهاز الشباك تحقيقا التحقيق الأولي بشأن ظروف الإفراج. هذه القضية أشعلت الرأي العام الإسرائيلي في اليوم الماضي، وأيضا أشعلت جدالا بين الوزراء الإسرائيليين، بين رئيس الوزراء الذي اتهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأيضا الاتهامات المتبادلة ما بين الشباك وبن غفير والجيش الإسرائيلي وغيرها من الأجهزة الأمنية. لذلك نتحدث عن حالة من الاتهامات المتبادلة وحالة من الصدام العلني ما بين بن غفير وجهاز الشباك على خلفية ما جاء وخلفية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة بالأمس. أيضا دخل وزير الداخلية الإسرائيلي على الخط وقال بأنه يتوجب احترام وعدم توجيه هذه الانتقادات لجهاز الشباك، ولكن بن غفير يواصل يعني التهكم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يواصل حالة الانتقاد العلني في غالبية جلسات الكابينت الإسرائيلي والتي يتم تسريبها عادة، وربما اتهامات الليكود وأصابع الاتهام
هي مشارة إلى بن غفير. عادة ما يصطدم بن غفير مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي ليفي والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في النقاشات، وعادة ما يتهم هذه الأجهزة بالمسؤولية عن الإخفاق الذي جرى في 7 أكتوبر، وأن هذا الإخفاق تتحمله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأن تقديراتها في هذه الفترة بشأن ما يجري في داخل قطاع غزة أو بشأن ما يجري على الحدود الشمالية لا يجب الأخذ بها، لأن هذه الأجهزة هي نفسها المسؤولة عن ما جرى في 7 أكتوبر، ونفسها التي قدمت تقديرات أمنية للحكومة الإسرائيلية بأن حركة حماس مرتدعة.